بسم الله والصلاة على رسول الله. اليوم سوف أصنع معكم مشروب عشبي أو مشروب أعشاب يقوم بتهدئة الأعصاب، يخلصك من التوتر والقلق، ويعالج أيضا الدوخة، ولديه العديد من المزايا، وأهمها أنه يعالج الصداع، صداع الرأس عامة أو الصداع النصفي فقط. والكثير منا يعاني من هذا المشكل، خصوصا في رمضان وبعد تناول الإفطار، يعني يكون شيء رهيب جدا. سوف أشارك معكم هذا المشروب، اشربوه بعد الإفطار وسوف تتخلصون بإذن الله من الصداع وجميع المشاكل، وكما قلت يقوم بتهدئة الأعصاب وأيضا الاسترخاء، يساعدك على الاسترخاء. سوف أقوم أول شيء بإضافة القرنفل، بضع حبات من القرنفل. سوف أكسر بثلاث أعواد من أو مسامير من القرنفل. سوف أضيف أيضا القرفة، وسوف أضيف هنا بما يسمى باليانسون النجمي، ويمكن استعمال اليانسون الآخر الذي يكون صغير الحجم والذي يشبه الشمر. وسوف أضيف كآخر شيء هو النعناع، يعني هنا سوف نقوم بصنع، إن صح التعبير، صنع شاي بدون شاي. سوف أضع فقط القليل من أوراق النعناع. إذا سوف أضيف عليها الماء، يكون ساخن فقط أو يمكن استعماله مغلي، لما لا. الأهم من هذا هو وضع هذا المشروب على نار هادئة لمدة دقيقتين فقط حتى يبدأ في الغليان، ثم أطفئ النار وأتركه جانبا حتى ينقع تماما. وهنا بعدما تركته على النار دقيقتين يكون هذا هو شكله، كما قلت كأننا صنعنا شاي فقط بدون شاي. إذا يكون هذا هو شكله، ويكون هذا هو شكل المشروب النهائي. إذا بالصحة والعافية، مشروب لذيذ جدا. ملاحظة فقط، يمكن تحليته بالسكر، يمكن تحليته بالعسل، كما يمكن الاستغناء عن التحلية. أنا أحب جميع أو شرب أو تناول جميع المشروبات العشبية أو مشروبات الأعشاب بدون تحلية، وهو أيضا نافع لمرضى السكري لأنه يحتوي فقط على القرنفل، اليانسون النجمي، القرفة، والنعناع، وهذه المكونات هي صحية ونافعة لمرضى السكري. إذا إلى اللقاء مع فيديو جديد مع قناة نور شانيل. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس لكي تتوصلوا بكل فيديو جديد يوميا، فيديو على الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية والساعة 7 بتوقيت غرينتش. إذا إلى اللقاء.